جميعا. طبعا احنا في تحدي بدأناه من أمس سنت في الوصول إلى 50,000 وجبة في وقف إفطار الصائم أو مشروع إفطار الصائم التابع لجمعية البر الخيرية بالمدينة المنورة. هذا المشروع الكريم يعني نتكلم عن 15 ريال الوجبة الواحدة لصائم واحد، 450 ريال لصائم واحد شهر كامل. ودي من مخرجنا الكريم ويظهر لنا على الشاشة الآن حتى نشاهده سوية نحن والمشاهدون الكرام. كما تشاهدون مشاهدينا الكرام 50,000 وجبة هو التحدي بإذن الله تعالى، والتحدي الهدف منه أن نتشارك جميعا في فعل الخيرات والإنفاق في يعني لوجه الله عز وجل فيما يعود علينا بالنفع الفائدة في ديننا ودنيانا وأخرانا. أنا ودي أقول يعني لحبيبنا حمد بمشعان يعني تعليقك على هذا التحدي اللي بدأنا في برنامج نفائس يوم الأمس. أنا أقول والله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني فرصة عظيمة جدا وكبيرة في شهر الخير وفي بلد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الكل يتمنى في الدنيا أن يشارك في هذا المشروع العظيم. وأنا أقول لأخوي المشاهد والأخت المشاهدة الآن وأنت جالس في هذا الوقت طلع جوالك 15 ريال. والله يا جماعة الخير 15 ريال الواحد أحيانا يصرفها في كاس قهوة ولا في أحيانا شغلة يعني بعد القهوة ده الحين قد أغلى منها، أغلى من 15 بعد والله أنت أخبر فهنا على ما متعودة على القهوة العربية. فأنا أقول والله العظيم يعني فرصة أن الإنسان يقدم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. يعني ال 15 اللي تضعها ترى أحيانا ممكن بعض الناس يدخل الشيطان يقول 15 يعني الآن الجمعية هذه كيف تكمؤونة كل هذا الموضوع. أول شيء في المدينة المنورة، الأمر الثاني يعني الإنسان لو بيعزم عنده 3 أو 4 أو 5 في بيته كم بيصرف على هالفطور؟ بيصرف عليه 300 أو 400 أو 500 ريال. هالجمعية كيف تكمؤونة كل هالأمور؟ جاءت هذا الزائر أو اللي أخذ عمره وتجده عمل أعمال عظيمة في ذلك اليوم، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم أو صلى في الروضة الشريفة أو قرأ أجزاء من كتاب الله عز وجل وكان صائم في ذاك اليوم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجل. عندك أبو مشعان كلامك الجميل هذا والله إحنا سمعينه ومستمتعين فيه، لكن يعني الجمهور أو خلف الشاشات أظنهم يعني في مشكلة في الصوت، لكن نبي نرجع لأبو عاصم وبعدها ننتقل لربيع في هذا الخصوص عن الوقف في الوقف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما فله مثل أجره. ما احنا متكلمينكم عن المسجد النبوي، خلينا نتكلم عن مسجد قباء شوي. يا سلام، مسجد قباء الصلاة فيه كأنك معتمر. فتخيل واحد صلى قرأ قرآن سبح استغفر وان جالس التقهوة وتسولف ويجيك أجره. أجر صلاته وأجر تسبيحه وأجر استغفاره وأجر تهليله وأجر تكبيره كل بوه يكون في ميزان حسناتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فطر صائما فله مثل أجره. وبعض الناس يحتقر 15 يقول فطر واحد بس، لا خلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيء، رجل دخل الجنة لأنه أزال غصن شوك من الطريق. فلا تبخل على نفسك بأي شيء تقدمه. ربيع أنا أقول والله هذا ما خلناك في الأخير الله يرحمه. لا والله لا هذا مكاني المناسب في وجود الرجل اللي مثل شروه العهد. فأقول طال عمرك أن هذا بلا أدنى شك أنه فعل جميل، والفعل الجميل مستحب عند العرب لا سيما إن كان يؤجر عليه الإنسان. وش أجمل منها؟ فعل جميل عند الناس وفعل حسن، وأضف على ذلك يضاف لك عليه أجر وحسنات. والله إن هذا من الأشياء التي يبحث عنها الإنسان ويذهب من منطقة لمنطقة علشان ينال عليها. الإنسان في حياته في اعتقادي أنا، هذا طبعا الكلام ليس علمي إنما كلام أفكر فيه وأهوجس به، عنده شيئين مهمين في هذا العالم بالغة أهميتهم، واحد منهم مقدم على آخر. الأول تحقيق العبادة للمعبود سبحانه وتعالى، أي رضا الله سبحانه وتعالى، هذا الهدف الأول لا قبله شيء أبدا. يا سلام. ولا يحسب بعده شيء في حال هو لم يتواجد. أما الحاجة الثانية فتحقيق السمعة الطيبة، أن الإنسان يكون ذو سمعة طيبة، يكون يفعل الأفعال الحميدة ويتخلق بالأخلاق العربية الجميلة ويتحاشى مكاره الأخلاق وينأى بنفسه إلى محاسن الأخلاق. هذا أعتقد أن الأمرين هذه كلها مطلب للإنسان الواعي المثقف الحقيقي. فالأمر هذا يجمع بين الخصلتين، علم طيب وأبشر أنك تؤجر عليه،
وابشر فوق هذا كله ان طاحت سليمه ما غير 15 ريال. فانا اقول بادروا الى مثل هذا، والله يقبلنا ويقبلكم، وهذه وجبه مبروكه.